كانوا عروض مهمة استفدوا منها السائقين المهنيين هذا. وحنا من هذا المنبر غادي يكونوا دورات أخرى تكوينية اللي غادي نقوموا بها يعني من هنا لشهر ولا شهر ونص ولا غادي نعاود نديروا دورة أخرى نوعيوا السائقين المهنيين ونوريهم الحقوق ديالهم. أنت كيف ما شفتي اليوم كاين جميع الفئات داودوا لهم على الحقوق ديالهم، كان داك الشيء لقاء مهم. والخطرة الجاية غادي ننوعوا، غادي يحضر مسؤولين كبار من وزارة النقل، من وزارة الداخلية، من الأمن الوطني، من الدرك الملكي، باش غادي يفسروا للناس هذا، ما يبقاش ذاك الحاجز ما بين الإدارة وما بين احنا المرصد، ماشي نقابة ولا شي حاجة، احنا المرصد احنا بارتنير كنعطيو نفتشوا على الحلول الناجعه باش هذا السائق المهني يكون في المستوى. استجبنا اليوم للدعوه الكريمه من طرف المرصد لتقديم عرض موجز حول السياقه المهنيه، الدواعي والاهداف والمستقبل ديالها. قدمنا واحد العرض على اهداف البطاقه المهنيه والتكوينات اللي مفتوحه والمستقبل ديال البطاقه المهنيه. اننا كوزاره التجهيز والنقل نطمح انها غتكون ان شاء الله كاساس استعملوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي استعماله كقاعده البيانات لاستفاده المهنيين ديال النقل من 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 الخدمات ديال هذا الصندوق. بالاضافه الى ان البطاقه المهنيه كتميز لنا السائق المهني عن السائق العادي. المشاركه ديالنا كتدخل في اطار ديال التتبع ديالنا والمواكبه ديالنا ديال النشاطات ديال المهنيين، بحيث ان شركه تامين النقل مختصه في النقل المسافرين، يعني النقل العمومي للمسافرين. اذا كنجيو كنستمعوا لهم باش يعني كنسجلوا الملاحظات ديالهم. هادشي هذا كيخلينا اننا نطوروا الاداء ديالنا واننا كنخرجوا منتوجات اللي فيها استفاده لهم، بحيث ان في هاد السنوات من 2015 للان يعني واكبناهم في ان تكون عندهم واحد التغطيه اللي كتحمي مثلا السائق، لان قبل في التامين ديال الطاكسيات ولا ديال الكبار ولا الصغار ولا ديال النقاله بصفه عامه ما كانش عنده واحد التغطيه، يعني ملي كيكون هو خاطئ في الحادثه ما كيكون عنده حتى شي تعويض. هذا الشيء علاش حنا ارتئينا ان نخرجوا واحد المنتوج اللي فيه اربعه صيغات، يعني كل صيغه كتعطيه مجموعه من الميزات، مثلا التعويض اليومي لمده 5 ايام، التعويض على المصاريف الطبيه والصيدلانيه، التعويض على العجز الدائم، وحتى في حاله الوفاه ارتئينا ان تكون عنده واحد يعني واحد الاستفاده، تكون استفاده للعائله ديالو.